السادة الحضور الكرام، السادة المتحدثين الأفاضل، أهلا بحضراتكم في الجلسة الخاصة بالتطورات والمستجدات في منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. يسعدني أن أكون مع حضراتكم النهاردة في الجلسة دي اللي بترصد التطورات اللي حصلت. بس أنا عايز أبتدي قبل ما نتكلم مع السادة الأفاضل المتحدثين، بس أخد بس أدي حضراتكم فكرة كده إن من الصعب جداً إن إحنا نرصد التطورات في منظومة زي منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، بالذات لو بالحجم والتعقيد في مصر، في خلال سنة أو اتنين. صعب جدا، لان التطور مش هيحصل في الفتره دي. الافضل ان احنا نبص في مده اطول، 5 6 سنين، ايه اللي حصل. فدي ده الفكره، ان احنا عايزين نشوف ايه التطورات اللي حصل، وهنسال الساده الحضور وهيقولوا لنا ايه بالنسبه ليهم شايفين التطورات اللي حصلت ونوعيه. بس عشان نبتدي، عايز حضراتكم تتخيلوا كده معايا، لو احنا مجتمعين في مؤتمر زي ده من 7 8 9 سنين، الوضع هيكون ايه؟ هنناقش ايه التحديات اللي احنا هنناقشها او كنا هنناقشها غير النهارده. دي البدايه. حضراتكم تخيلوا كده، وعشان اساعدكم تتخيلوا انا جبت مقال من جريده الاهرام من 9 سنين بالضبط، 15 ابريل 2015، كان بتتكلم على التحديات في الوقت ده في التعليم الفني والتدريب المهني. بصرف النظر عن عنوان المقال اللي ممكن يتفهم بطريقتين، ان التعليم الفني هو السبب في البطالة او حل للبطالة، لكن المقالة عامة ما كانتش إيجابية، بس كانت واقعية في التحديات اللي موجودة في وقتها. فعشان نقدر نشوف هل فعلا اتطورنا في الفترة دي كمنظومة، وحنشوف مع السادة المتحدثين الأفاضل فعلا الأنشطة والمبادرات اللي هم بيقوموا بيها اللي أكيد ساهمت. بس خليني أبتدي بس وأحاول مع حضراتكم نتكلم على بعض التحديات اللي كانت موجودة في إبريل 2015، وإزاي التطور اللي حصل في 5 6 سنين اللي فاتت. أولاً كانوا بيتكلموا ساعتها على التشتت أو التشرذم اللي بيسميه الفراجمنتيشن في المنظومة كلها. كانت معظم الجهات بتشتغل في جزر منعزلة، كل واحد بيقدم اللي هو بيقدمه من غير اي تنسيق. ده انا في رايي انه اتغير في الكام سنه اللي فاتت. الساده الوزراء اتكلموا على التعاون، على الاتفاقيات المشتركه اللي بين الوزارات، وزاره العمل، وزاره التربيه والتعليم. وزاره التربيه والتعليم بتتكلم مع وزاره الصناعه والكفاءه الانتاجيه، وزاره التربيه والتعليم بتنسق مع التعليم العالي للمسارات. ده واضح جدا. وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه بتدعم المنظومة بطرق مختلفة، وزارة التعاون الدولي بتدعم بتمويلات من جهات خارجية عشان في رؤية. في 2015 ما كانش في رؤية واضحة احنا رايحين فين في منظومة التعليم الفني والتدريب المهني. دلوقتي في رؤية مشتركة بنشتغل عليها، وده اللي بيخلي مبادرات وطنية تشتغل في المجال ده، بتخلي المؤسسات الدولية المانحة تدعم المنظومة دي. فده حاجة من التحديات اللي أكيد اتحسنت من وقت اللي بنتكلم فيه. الحاجة الثانية اللي اتكلمنا فيها إن إحنا كان المنظور في 2015 لبعض المهن
أو المهارات اللي بنتكلم عليها كان منظور ضيق جدا. كنا بنبص على المهارات بتاعت الخريج من ناحية ضيقة جدا. كنا بنبص يعني أنا فاكر في الوقت ده كان معظم الناس تقول لك إحنا مش لاقيين كهربائي كويس أو سباك كويس. لا، إحنا دلوقتي بنبص على جدارات أوسع بكتير من الوقت ده. الجدارات بتبص على السلوك الطالب، المهارات الفنية، المهارات الحياتية، ريادة الأعمال، السوفت سكيلز، التحول الأخضر، التحول الرقمي، كل الحاجات دي انتجريتد في المناهج الحياة. بنبص كمان على المعارف. فالجدارات في 2015 محدش كان بيتكلم على المفهوم الأوسع ده. فده حصل تطور الجودة وإنشاء معالي الوزير التربية والتعليم اتكلم على إتقان وإنشاء الهيئة مستقلة لجودة التعليم، ده موجود، أكاديمية للمعلمين، كل الحاجات دي. الشراكة مع القطاع الخاص كان قليلة جدا، يمكن بعض الشركات ما تعديش 5-6 كانوا شغالين بشراكات، ويمكن ما كانش في شراكة قوية مع وزارة التربية والتعليم في الآخر. كان في طبعا التعليم المزدوج موجود، يمكن ده كان أفضل نموذج، بكان لسه العدد قليل. فكل التطورات اللي حصلت في 5-6 سنين اللي فاتت ده أدت كمان لأن احنا نغير الصورة المجتمعية طبعا للتعليم الفني. دي بس كانت مقدمة سريعة للتطورات اللي حصلت في 5-6 سنين. هنتكلم طبعا مع المتحدثين الأفاضل بتفاصيل أكتر عن الاكتيفيتيز او الأنشطة والمبادرات والمشاريع اللي بيقوموا بيها عشان نطور اكتر من التعليم الفني. بس في الاخر انا حابب بس اقول ان ده مش بقول ان احنا حلينا كل المشاكل، مشاكل لسه موجودة، تحديات موجودة، بس هي تحديات مختلفة عن 8-9 سنين فاتوا، هي تحديات جديدة لازم نبص عليها. احنا بنتكلم دلوقتي على خريج بندور له في شغل في ايطاليا وفي المانيا وفي اوروبا بجدارات مختلفة، التحديات وبلغة، تحديات مختلفة. فأنا أكون ساذج جدا لو قلت إن احنا حلينا كل المشاكل، ما تحلتش، بس لازم نشوف إيه التحديات الجديدة، وده اللي هنناقش بردك مع بعض السادة المتحدثين إيه التحديات اللي هم شايفينها ولازم نشتغل عليها. لكن أنا بقول بردك وأنا متفائل إن احنا وصلنا لمرحلة زي ما بيقولوا بالإنجليزي point of no return، ما فيش رجع. احنا جربنا نقدر نعمل ايه بالتطوير وشايفين النتيجة ولازم نكمل المشوار.